مرحب بكم مجددا، ومعنا فقرة حوارية جديدة هنتناول فيها يعني كيفية مواجهة المخدرات ومن يتعاطون معها. يعني في الحقيقة هناك جهود مبذولة من جانب الدولة والأجهزة الأمنية على الصعيد الأمني تحديدا لمواجهة مشكلة المخدرات ومن يتعاملون مع هذا الأمر، لكن المواجهة هي ليست مواجهة أمنية فقط، هناك أيضا مواجهة اجتماعية وثقافية في هذا الأمر وعملية توعية حتى نجنب شبابنا الوصول إلى هذه المرحلة أو يعني عدم الانغماس في هذا الأمر والتعاطي مع المخدرات. لو تحدثنا عن المواجهة الاجتماعية، كانت هناك جهود مبذولة من صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي بتنظيم دوري رياضي للمتعافين من تعاطي المخدرات، وهي لفتة جميلة في الحقيقة بمشاركة عدد من رموز المجتمع وعدد من الوزراء والرياضيين والفنانين في محاولة لإعادة إدماج هؤلاء إلى المجتمع مرة أخرى وإعطائهم الفرصة ويعني حتى يتوبوا عما فعلوا في نهاية الأمر. على حال دعونا نناقش هذا الأمر مع ضيفي الكريم الأستاذ محمود صالح الباحث في المكتب الفني لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. مرحبا بحضرتك أستاذ محمود، صباح الخير. صباح النور يا فندم. يعني الفكرة يعني المواجهة، يعني هي المواجهة زي يمكن أنا كنت بتكلم عن فكرة المواجهة ليست هي مواجهة أمنية فقط، لكن هناك ما بعد هذا الأمر، إزاي إحنا نعيد من يتعاملون مع المخدرات إلى المجتمع مرة أخرى وأن نوعيهم بخطورة هذا الأمر وندمجهم حتى لو من خلال فعاليات رياضية وغير ذلك من الأمر. الحقيقة إنه بطولة أنا أوى من المخدرات اللي جرى تنظيمها خلال الفترة الماضية بتعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي وزارة الشباب والرياضة، كان الهدف منها بشكل كبير جدا تغيير صورة المتعافين من الإدمان في المجتمع لصورة الأبطال. الحقيقة إنه في مشكلة في التعامل مع مرضى الإدمان، بأنه في وصمة مجتمعية سلبية بتوصمهم بفكرة إن هم كانوا بيتعاطوا مواد مخدرة، فابتدى المجتمع ما يكونش متقبل لوجودهم مرة أخرى. وبالتالي مثل هذه الأحداث والفعاليات اللي بتنظم بشكل دوري وشكل فاعل، هدفها في الأساس إنها تبتدي تغير بشكل تدريجي من صورة المتعافي من الإدمان أو مريض الإدمان إنه مريض مش مجرم، وإن إحنا محتاجين كمجتمع إن إحنا نتكاتف سويا لإعادة دمجه وتأهيله مرة أخرى عشان نقدر ناخد بإيديه يساعدنا في تحقيق أحلام مجتمعية إحنا بنسعى ليها بشكل كبير جدا. ده كان هدف رئيسي من البطولة، ولكن البطولة بتأتي ضمن جهود بيقوم بها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في جانب خفض الطلب، وهي جهود متنوعة وبتتحرك في مسارات مختلفة ومتوازية، في بدايتها مسارات برامج وقائية بتوجه بشكل فاعل لكل الفئات المجتمعية وخصوصا الفئات الأكثر عرضة للمشكلة، وكمان بيبقى في برامج لتوفير خدمات العلاج بشكل مجاني وفي سرية تامة من خلال آلية مهمة جدا في صندوق، وهي خط الساخن لعلاج الإدمان من خلال أكثر من 17 مركز شريك في 11 محافظة مختلفة. من خلال هذه المسارين، مسار البرامج الوقائية ومسار تقديم خدمات العلاج، كمان بيبقى في مسار آخر بنشتغل عليه هو مسار الكشف المبكر، وده من خلال حملات مكثفة بتتم على الطرق وفي داخل المدارس وفي بيئة العمل عن تعاطي المخدرات ما بين السائقين وبين العمال المهنيين بشكل كبير جدا عشان نقدر نقلل من حجم المشكلة بشكل متتابع. فكرة المتعاطين في المدارس تحديدا والطرق ديت هنرجع لها بالتفصيل لأنه هو موضوع مهم بالفعل. لو تحدثنا عن الموضوع، احنا بنحاول نأهلهم اجتماعيا، نرجعهم تاني المجتمع، وصمة العار اللي احنا بنتحدث عنها بنحاول نحيها جانبا ليهم. بعد تنظيم هذه الفعاليات في خطوات تانية انتم بتعملوها مثلا بتتعاملوا معهم بعد طبعاً الفعاليات طبعاً الرياضية مثلا طبعا كده. طبعا احنا مش فعاليات رياضية بس، كمان حتى احنا بنفتح باب امل جديد لمتعافين او انا بسميهم طول الوقت الابطال اللي خرجوا من ازمة الادمان، باب كمان تمكين اقتصادي حقيقي. تمام. حقيقة انه في عائق كبير جدا امام دمج المتعافين او مرضى الادمان مجتمعيا، وهو انه ما يقدرش يلتحق بمجال العمل نتيجة لتاريخه السابق مع مرض الإدمان، وبالتالي كان لابد أن يكون في آلية تحدث تمكين اقتصادي حقيقي ليهم، وده اللي حصل معاه مبادرة بداية جديدة اللي أطلقها الصندوق بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، إن احنا بنقدم برامج تمويلية لمشاريع صغيرة ومتوسطة للمتعافين من الإدمان، يقدروا من خلال هذه المشاريع يقدروا يفتحوا زي ما احنا بنقول
نافذة أمل جديدة ليهم على المستوى الاقتصادي، يقدروا يعملوا مشاريع تقدر تدر عليهم ربح وتخليهم يقدروا يحصل لهم تأهيل حقيقي ودمج حقيقي في المجتمع بدون أي عوائق يحطها لهم بقية أفراد المجتمع بشكل كبير جدا. ففعالية البطولة الرياضية هي ضمن هي حلقة في سلسلة فعاليات سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو حتى استمرار للتأهيل والدعم النفسي ليهم طوال فترة تعافيهم وكمان فيما أعقبها، وإزاي نقدر نستفيد من وجودهم في عملية علاج لأقرانهم اللي وقعوا في المشكلة بشكل أو بآخر. طيب هي فكرة العامل النفسي يمكن لدى المدمن بتخليهم يمكن لا يعترف أو غير ذلك من الأمور، يمكن في الفئة اللي احنا بنتحدث عنها ديت يعني صرحت نفسها وذهبت إلى صندوق الإدمان في محاولة للتعافي، لكن هناك فئة أخرى ربما لا تذهب إلى الصندوق وغير ذلك من الأمور خوفا من أن يفتضح أمرهم أو غير ذلك. أنتوا كصندوق أنتوا إزاي بتتعاملوا مع الفئة ديت وطريقة التواصل بينكم؟ مثلا لو أنا واحد مدمن مثلا وعايز أتواصل مع صندوق بحيث أن أنا حاول أجاهد وحاول أخلص من الموضوع ده أعمل إيه؟ الحقيقة هنا إحنا عندنا أزمة حقيقية، فكرة أنه في أكتر من مشكلة مع فكرة التقدم للعلاج. أولاً أول مشكلة وهذا العائق الأساسي انعدام الدافعية العلاجية. أنا ما عنديش دافعية وما عنديش إرادة إن أنا أتحرك طوعية للعلاج، وبالتالي أدي أول أزمة. تاني أزمة بالنسبة لي عندي مشكلة إنه في اعتقاد كبير جدا وده حقيقي انه تكلفة علاج الإدمان تكلفة باهظة جدا وأنا مش هقدر عليها فأنا أكمل في سكة التعاطي أحسن. ده المشكلة التانية. المشكلة التالتة كمان يبقى عندي مشكلة في سرية البيانات الخاصة بي. أنا بعمل في نتوقف عند النقطة دي معلش يا أستاذ محمود، بس اسمح لي نذهب لموجز لأهم الأنباء ونكمل أهم هذه العقبات اللي بتواجه المدمنين. مرحبا بكم مجددا ونكمل الحديث عن كيفية مواجهة من يتعاطون المخدرات ومن تعافوا من المخدرات مع ضيفي الكريم الأستاذ محمود صالح الباحث في المكتب الفني لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. يعني أستاذ محمود يمكن كنا بنتكلم قبل الموجز عن فكرة المشكلات أو العقبات التي ربما تواجهكم في التعامل مع من يزالون يتعاطون المخدرات. يعني كنا بنتكلم على أكثر من مشكلة، مشكلة انعدام الدافعية العلاجية عند مريض الإدمان، والمشكلة الأخرى ارتفاع تكلفة العلاج، ومشكلة أخرى كمان فكرة أنه خوفه من انتقال هذه البيانات لجهة عمله أو لمحيط سكنه وبالتالي إحداث وصمة أخرى أو إحداث مشكلة أخرى بالنسبة له. حقيقة أنه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بيتعامل مع ثلاث مشاكل بشكل فاعل جدا من خلال آلية مهمة جدا هو الخط الساخن لعلاج الإدمان رقمه 16023، من خلال مجموعة على كفاءة عالية جدا من الأخصائيين النفسيين والمتخصصين في علاج الإدمان اللي بيحاولوا يشتغلوا على مدار 24 ساعة في تلقي الاتصالات الخاصة بمرضى الإدمان وذويهم بشكل كبير جدا لتحفيزهم ورفع الدافعية العلاجية الخاصة بمرضى الإدمان للتوجه لمراكز العلاج الإدمان الشريكة للصندوق بشكل كبير جدا. مش كده وبس، خدمات العلاج بتقدم بشكل مجاني تماما، وكمان بيانات المرضى المتعاملين مع الخط بتكون سرية، لا بيتم إرسالها لأي جهة أمنية ولا جهة العمل ولا كمان لمحيط السكن بشكل أو بآخر، وبالتالي أنا بحاول أتعامل بشكل فاعل وبشكل سريع وحقيقي مع ثلاث عقبات الرئيسية اللي بتحول ما بين الشخص وما بين وصوله لمركز علاج الإدمان بشكل فعلي. لا هي يعني هي فعلا هي جهود، يعني احنا كمان بنعالج وكمان بنقدم دعم اقتصادي ليك، اللي احنا بنعمل لك مشروع كمان ومبادرات اللي انت تواجه بها كمان حتى تواجد على مواقع التواصل الاجتماعي. في ناس كمان ممكن تكون عندها مشكلة للتعامل هاتفيا، وبالتالي كان في وجود لآلية حقيقية على مواقع التواصل الاجتماعي تحقق تواصل حقيقي على مدار 24 ساعة من خلال الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وبالتالي كان في تواصل حقيقي من المرضى وذويهم مع المؤسسة من خلال المجموعة زي ما قلت لحضرتك من الأخصائيين النفسيين والمتخصصين في علاج الإدمان لرفع همتهم ودفعيتهم العلاجية للتوجه لأقرب مركز. طب لو تحدثنا بقاعدة الوقاية خير من العلاج، إحنا زي نوعي بقى المجتمع أو الشباب تحديدا وهي الفئة المستهدفة من هذا الأمر بخطورة هذا الأمر وضرورة الابتعاد عنه؟ هل هو دور وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني أم مسؤولية من، أم لابد أن تدور كل هذه المنظومة في هدف واحد؟ الحقيقة لابد أن تدور كل المنظومة في تراك واحد وبشكل ممنهج مع بعض.
لانه الحقيقه مشكله التعاطي وادمان المواد المخدره في مصر ليها منحى مختلف شويه، لانها مرتكزه على حزمه من الثقافات المغلوطه المنتشره بشكل كبير جدا ما بين فئات المجتمع المختلفه. ما بقاش في فئه مستثناه من التعامل مع المشكله او الوقوع في براثن المشكله بشكل او باخر، ده على جانب. الجانب الاخر انتشار للشائعات والثقافات المغلوطه بشكل كبير جدا، يعني احنا بنتكلم اكتر من 30% من الشباب المصري يعتقد انه المواد المخدره لها القدره على ازاله الهموم والمشاكل وتغيير الحاله المزاجيه للافضل. عندنا اكتر من 28% من الشباب في المجتمع المصري ما عندوش مشكله انه يجرب مخدرات. في ربط بين الشباب في المجتمع المصري ما بين المخدرات وما بين زياده القدره على العمل، ما بين تغيير الحاله المزاجيه، وما بين القدره على الابداع، وما بين الجرأه. كل هذه مفاهيم مغلوطة نسعى بشكل جاهد جدا للتعامل معها من خلال حملة إعلامية مكثفة تم إطلاقها بداية من عام 2010، والمرحلة الثانية تم إطلاقها في يناير الماضي بوجود مجموعة من الفنانين. عندنا الفنان محمد رمضان كان موجود معانا في الجزء الأول من المرحلة الثانية اللي حملت اختار حياتك، وتباعا يأتي بقى فنانين. هي مسؤولية مشتركة بيننا جميعا بالفعل، وهي دعوة للشباب للابتعاد عن هذا الطريق لخطورته. طبعا يعني الوقت مضى سريعا يعني الأستاذ محمود، للأسف الشديد يعني الأستاذ محمود صالح الباحث في المكتب الفني صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بشكر حضرتك. شكرا وتقدير الاستضافة. وبكده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا معكم لنهاية هذه الفقرة، لكن فقرات هذا الصباح مستمرة معكم، والمزيد من الحوارات خلال الوقت المتبقي من وقت هذا البرنامج.